لطيفة؟ أعتقد أنني شائعة. طعام. أعشق الرقص. أنا مستمتعة. أليس كذلك الشيء؟ لكن من الذي يصرخ هناك؟ أعتقد يجب أن أذهب للمساعدة. يا له من كتاب مثير. ما هذا؟ أسمع صراخ حفيدتي. أنا آتية. هذا الآيس كريم لذيذ جدا وجميل. ولكن ما هذا؟ جيل المسكينة. أنا آتية. ما الأمر؟ أريد أن آكل. أطعمونني. أعطيني نظاراتي. أنا الأرى بدونهم. أريد دونات. اصنعوا مثل هذه لنرى. نعم. أنا مستعدة. بكل سرور. سأصنع مثل هذه الدونات لك. أولاً أقوم بصب الخليط في صانعة الدونات. سوف أملأ كل الخلايا وهكذا أغلقها. الآن أنتظر قليلاً. وأنا سأصنع دونات بألوان قوس قزح جميلة، لأن الدونات البسيطة مملة للغاية. ستكون خاصتي أكثر إشراقاً وأكثر بهجة، وبالطبع الألذ. سأفوز بالتأكيد بهذا التحدي. أغلق وأنتظر. أحسنت عملاً. ستنجحي بالتأكيد. وينزداي، ماذا عنك؟ بالطبع دونتي السوداء ستكون الألذ والأجمل. لكن هناك شيء مفقود. بالتأكيد صلصة لذيذة. شيء، ساعدني. هذا كابوس. أنا أخاف من هذه اليد. أبعدوها عني. شكرا. شيء، الآن لدي مكان لصب الصلصة اللذيذة فيها. والآن سأستخدم هذا. هكذا سيكون أسهل تزيين الدونات. هذا هو المطلوب. دم مرعب. إنها فقط صلصة فراولة. أخافتني جدا. كان ذلك مضحكا أيضا. الآن سأزين دوناتي بالصلصة والتغطية اللذيذة. إنها جميلة جدا ولذيذة. أعتقد أنها رهيبة. أما دوناتي الجميلة فهي جاهزة. سأضعها وأرشها بالسكر البودرة. هذه وصفة كلاسيكية لذيذة. نعم، انظروا. ليس سيئاً. أحسنت جدتي. الآن انظروا إلى دوناتي الملونة. إنها فقط وليمة حلوة للأعين. أنت ضاهية حقيقية. أريد أن أرشهم الآن من الحبيبات الحلوة. لا يفتح. يا له من غطاء. لا. لم أقدر قوتي، لكن لا بأس. سأرشهم هكذا. دوناتي جاهزة. تفضل جيل. شهية طيبة. كم هذا الشهي؟ هذه الدونات ممتعة للغاية ومضحكة. لأجرب. إنها لذيذة جداً. أحبها. ما التالي؟ حسناً، هذا بسيط جداً، لكنني سأجربه. من حيث المبدأ ليس سيئاً. مقبول. كم هذا جميل. رائحتها حتى مثل قوس قزح. سأجربهم الآن. نعم، طعم سحري. كل الدونات كانت جيدة، ولكن الفائز هذا. أنا ربحت. وكيف أفتحه؟ أريد معكرونة. اطبخها لي. الماء المغلي جاهز لدي. سوف أقوم بإعداد هذه المعكرونة اللذيذة بسرعة. أعتقد أن الماء لدي ساخن أيضاً، لكن علي التحقق. شيء، إلى هنا. سوف تساعدني لنكتشف إذا غلي الماء أم لا. شكراً لك. أرى أنه يغلي. تقول أن علي رمي المعكرونة؟ حسناً. أشعر أنني سأفوز بهذه الجولة. وأنت لماذا تجلسي؟ ربما أنا سأصنع المعكرونة بنفسي. أخذ الطحين. ماتشو، أنا كلي في الطحين.
لكن لا بأس، هذا ممتع. إذن سأضع الدقيق على اللوح وأصنع المعكرونة يدوية الصونة. أضيف البيض والملح. الآن سأعجن هذه العجينة جيداً. ليس الأمر سهلاً بالطبع، لكن معكرونتي ستكون لذيذة جداً. أقطع العجين لقطع منفصلة، وبالطبع سأضيف الملون. هذا كل شيء، معكرونتي ستكون بألوان قوس قزح. أخذ هذه القطعة وأشكل منها أسطوانة، وأفعل نفس الشيء مع القطع والألوان الأخرى، وأستخدم المبشرة هكذا. سوف يعطيهم الشكل المطلوب. هكذا كل قطعة ستكون ملونة، تبقى فقط سلقهم جيداً. أنت مبدعة وذكية. حسناً، المعكرونة جاهزة. أضعها في الطبق، وبعد ذلك أحتاج إلى إضافة الكاتشب. أوه، أنا لا أرى أي شيء، نظارتي ملطخة تماماً. هل هو الكاتشب أم لا؟ أنا بحاجة إلى مزيد من الضغط. جدتي، يجب أن تفتحيه أولاً. أمسكي. أوه، أعتقد أنني ملطخة بالكاتشب. نعم، هذا بالتأكيد كاتشب. أوبس، هذا مضحك. يجب أن أكون أكثر حذراً. وليس عليك الضحك. إذن أضيف الكاتشب والمعكرونة جاهزة. معكرونتي سرقت، أضعها على الطبق. واضح أن هناك شيء مفقود. شيء، تعال إلي. أنت تعرف ما عليك فعله. أحضر. أحسنت. نعم، حبر الحبار سوف يلون معكرونتي بأفضل لون، وهو اللون الأسود. أوه نعم، حصلت على معكرونة سوداء جميلة جداً. الآن أحتاج إلى الكاتشب. أسكبه في الأعلى. أسكب الكثير. جميل جداً، لكن مع العيون سيكون أفضل. وانزلي، ماذا أنت دائماً تخيفيننا؟ وأنت ماذا لديك؟ حصلت على معكرونة قوس قزح، أريد أن أتناولها بنفسي. شهية طيبة. هاي، أوه، ما هذا الطبق الغريب؟ أحتاج إلى تجربته، لكن بصراحة لا أريد. أوه، هذه المعكرونة مقرفة، لكن هذه سأجربها بالتأكيد. شهية فعلاً. وما هذا الجمال؟ أريد تناوله بالفعل الآن. ليس فقط جميل، ولكن أيضاً لذيذ. إنه الفائز. هاي، فعلتها. نعم، يجب أن نستعد. أريد شراباً هذه المرة، لذيذاً وحلو. شيء، هل أنت مستعد؟ حسناً، سأفعلها. أوه، كاد أن يقع. ماذا يوجد هناك؟ شراب، حسناً. أنا سأبدأ، شكراً. أحتاج إلى حلويات جميلة وحلوة ولكن حامضة. سأزيل هذا الغلاف أولاً، والآن أرسل هذه الحلويات الساطعة إلى القوالب، وكل البقية أيضاً. سيكون لدي تحفة فنية. لقد انتهوا. حسناً، القفاز في مكانه، وسأضعهم في الفرن الآن. انتهينا، والآن حان وقت تبريد طبقي. أخرج هذا الجمال من القالب. يعجبني جداً. حصلت على أكواب حلوة وحامضة. أما الآن أخذ الأمندمز، وبالطبع أفرزهم حسب اللون. سيكون أجمل. جدتي انظري. ليس لديك إتيكيت. أكمل، أضيف أمندمز في الأكواب وأسكب السبرايت. مع طعم الكريمة سيكون أفضل بالتأكيد. أزين هذا بالرشات، واللمسة الأخيرة أضيف أنابيب صغيرة. هذا شيء لا يصدق. وأنا سأصنع لحفيدتي عصير كرفة صحي للغاية. سأضعها كلها، أعتقد أنها تتسع. يا لها من
المسكرة؟ ربما جيل لن تحبها. حسناً، الكوكتيل المفيد لحفيدتي جاهز مع الكثير من الفيتامينات. وفي الأعلى أزين بغصن من الكرفس وأنبوب. رائع جداً. لا شيء، كوب. سأخذ كوباً مناسباً. بالطبع أغلفه بشراب الفراولة. ما الذي يجب أن أضع هناك؟ ربما السبرايت. بالطبع أضيف الصبغة وأحركهم جيداً باستخدام الأنبوب الأنيق. شيء، ساعدني. أوكي. أخفتيني يا وينزداي، خذيه بعيداً. شيء أسرع. شكراً، أحسنت عملاً. الكريمة فقط مثالية، إنها تشبه الدماغ كثيراً. ولتأثيراً أقوى، سأسكب شراباً أحمر فوقها وأضع عيناً وعنكبوتاً في الأعلى، هكذا. هذا جميل جداً، ممتاز. نحن مستعدون جيل. واو، هذا جميل. سأجرب بهذا الكوكتيل. جيد جدا، حتى سأقول أنه لذيذ. وما هذا؟ كرفس. مقرف، لن أجربه حتى. لكن هذا ممتع. والكوب صالح للأكل ولذيذ. إنه حامض، لكن الشراب لذيذ. أعتقد أن هذا هو الفائز. لقد فزت مرة أخرى، أنا سعيدة جدا. ماذا لدينا هذه المرة؟ الآن أريد سلطة مثل هذه مع الخبز المحمص. حسنا، لا مشكلة. فهمتك. سآخذ أوراق الخس وأتأكد من تقسيمها هكذا. شكرا وينزداي، لكن لا تلمسي السكين بعد ذلك. أحتاج إلى تلك الأوراق الخضراء الصحية. إذن جاهزة. الآن أحتاج إلى قطعة دجاج رائعة. أقطعها إلى شرائح رقيقة وأضعهم بشكل جميل. أقطع الطماطم الحمراء. المقرمشات هي ما نحتاجه لمثل هذه السلطة الرائعة. خبز محمص، قليلا من الجبن لمذاق كامل. رائع جدا، أنا مستعدة. وأنت؟ أنا على قدم وساق. سأستفيد من هذه القوالب الممتعة. سأقوم بتقطيع الأشكال من الخيار والفجل والفلفل. أعتقد أنها جميلة. سأضعهم على العصي. ستكون سلطة مذهلة وكأنها قطع مشاوي. جميل، الأفضل ألا أسأل وينزداي عما فعلت. يا لها من متعة. الآن سأصنع باقة. اتضح لدي باقة من السلطة اللذيذة. ويا لها من رائحة. لا أفهم لماذا أنت سعيدة. فلفل أحمر مناسب تماما. سوف أقطعه. أزيل البذور. أضع أوراق الخس في الداخل. أقطع الخيار إلى شرائح رقيقة. تشبه اللسان جداً. ومن الزيتون الأسود سأصنع العيون. حصلت على وجه. سوف يأكلونه. ممكن. الآن أقدم وحوش السلطة على طبق بشكل جميل. شهية طيبة. كم يوجد طعام؟ يا لها من عصي. سلطة مثيرة للاهتمام. لأكون صادقة، الطعم ليس لذيذ. ماذا سأجرب الآن؟ ما هذه الوحوش؟ ما هذا الشيء الأسود؟ إنه زيتون أسود. الطعم مقرف فظيع. لكن هذا يبدو كما أريد تماما. لذيذ. هذا هو الفائز. أنا ربحت، أنا طباخة رائعة. المخيم الصيفي أخيراً أنا هنا. رهيب، هذا السرير في حالة رهيبة. حتى المنضدة مكسورة، لن أنام عليه. أنا أحب هذا الخيار أكثر، يبدو مريحاً. إنها جارتي. ما هذا السرير؟
إنه أشبه بمخزن الألواح الخشبية أكثر من كونه سرير. أوه صرصور، هذا مرعب. ماذا أفعل؟ لدي فكرة. تعالي إلى هنا. لنبدل الأسرة، وأنا سوف أدفع لك. لا أعلم. حسناً، سأحتاج إلى المال. هذا لطيف. سريري، كيف سأجلس على هذا؟ لقد أتوا إلي. أنا آتية. أفتح. طاب مساؤك. شكراً لك. كل هذا لي. الآن سأصلح هذا السرير قليلاً. بماذا تفكر؟ أرتدي القفازات وأبدأ العمل. الآن سأصنع سريراً مثالياً. لهذا أنا بحاجة إلى هذه الأشياء. أوه سأسقط. كوني حذرة. كل شيء على ما يرام، لا ضرر. نواصل. هل أنت بخير؟ نعم نعم، كل شيء على ما يرام. وجدت أشياء مهمة جداً عن البناء خاصتي. سأضعهم هناك. وواحدة أخرى. والآن لنبدأ بالعمل. أوه أنا أسقط. لقد قلت لك انتبهي. كل شيء على ما يرام. الآن سأرمي هذه في القمامة وأصنع سرير رائع. نعم سهل جداً، أحتاج إلى إصلاح القضبان. وهذا نصف العمل. نعم عمل عظيم. مثالي، فقط جاهز. واو أنا أيضاً أريد. أستطيع بسهولة حل الموضوع. أوه وصلوا بالفعل. تفضلوا، هذه أموالكم. سنفعل كل شيء أنستي. شكراً لك. ما هذا؟ كان ثقيلاً. كيف ذلك؟ واو رائع. نعم نعم، لا شيء مثير للدهشة. سأحصل على أفضل سرير. ووضعوا أيضاً الأزهار. نعم نعم، أحسننا عملاً. كل شيء جاهز. اللمسات الأخيرة. وانتبهوا إلى أعينكم. واو، لا تحسدينني، لا يزال لدي أفضل سرير. من الصعب الجلوس هنا، غير مريح. أما هنا رائع جداً، لماذا تنظري إلي؟ حسناً حسناً، ماذا علي أن أفعل؟ أها يمكنني استخدام هذا. الستائر. الآن سيكون سريري جميل. وماذا إذا أخذت شيئاً آخر؟ هذا رائع أيضاً. الآن علينا تثبيت كل شيء بمساعدة خرازة الأوراق. لنذهب للعمل. الستارة الأولى جاهزة، والآن الثانية. انتهيت، الآن جاهز. لماذا رميت الدباسة علي؟ واو. الآن سأفاجئ الجميع. الشيء الرئيسي هو الربط بإحكام، والطرف الآخر أيضاً. لدي أرجوحة جميلة الآن، أستطيع أن أستريح عليها. صنعت لنفسها أرجوحة شبكية؟ لا تحسدينني. كم أشعر بالملل؟ فكرة؟ لست بحاجة إلى الأرجوحة الآن. سأصنع طاولة من هذه المنضدة وهذا القماش. يجب أن يكون جميل. والآن سأضيف بعض الأشياء. طقم شاي مذهل وأكواب لطيفة. مرحبا بكم في حفلة الشاي أصدقائي. روضة أطفال، حفلة الشاي. لدي فكرة أفضل، أريد الاستماع إلى الموسيقى. بالتأكيد سوف تحسدني. مرحبا. تفضل ضعهم هنا. هل لديكم حفلة اليوم؟ أي حفلة بدون أضواء. شكرا لك، أحسنت عملا. تفضل المال. شكرا. سأقوم بدعوة جميع أصدقائي بسرعة. ما هي الحفلة بدون صديقاتي؟ يا فتيات لنستمتع بوقتنا. الآن سيكون روعة فقط. ما الذي يحدث معهم؟ ممنوع الدخول؟ لا نريد أبدا. كم هو الصوت عالي؟ مستحيل أذني. قومي بإيقاف تشغيل الموسيقى. سأتصل بمن يمكنه حل الموضوع. الموسيقى صاخبة جدا، هل ستأتي؟ أنا في انتظارك. بسرعة.
مرحبا بك، إلى هنا. سنكتشف ذلك الآن، لا تقلقي. هل هذا هم؟ سأعمل بكل حرفية. يا بنات، أنتن صاخبات جدا، هذا سيء. لدي فكرة، هذا لك. شكرا جزيلا، سررت بالتعامل معكم. طاب مساؤكم. يا له من يوم جيد، أريد أن أرقص وأبتسم. أنا على حق، يجب أن أذهب، مع السلامة. أرأيت كيف تحل المشاكل؟ أنت مرة أخرى؟ فكرة، يمكنني الاستمتاع أيضا. سترين، حفلتي ستكون أفضل بمئة مرة من حفلتك. كل ما أحتاجه هو كرة أرضية، سوف أريك. دعونا نحصل على الأقراص. ممتاز، هذا يكفي. الآن أنا بحاجة إلى قطعهم إلى قطع صغيرة. يجب الحرص على عدم قطع نفسي. نعم، جاهزة. الآن الكثير من المربعات اللامعة، سألصقها على الكرة الأرضية. واحد تلو الآخر، هكذا. لنديره، جاهز وهو جميل. الآن بحاجة إلى تعليقه هنا. مذهل، سررت. الآن الأقراص المتبقية ستزين الحائط. ألصقهم بلطف هكذا. ولدي مكبرات الصوت هذه، رائعة. سأقوم بتشغيل موسيقي المفضلة بأعلى صوت ليستمع إليها الجميع. هل تحبون ذلك يا أصدقائي؟ ما هذا؟ يا لها من حفلة رائعة، نحن بحاجة إلى الذهاب. مرحبا، هل ممكن أن ندخل؟ بالطبع، انضموا إلي. هذه حفلة شاي رائعة. كيف هذا ممكن؟ أنا بحاجة لبعض الضوء. الكتاب ممتع جدا. ماذا؟ الضوء يومن، هذا ليس جيدا. لقد انطفأ. هيا أعمل. ماذا أفعل الآن؟ واو، لدي صندوق من المصابيح. كم يوجد؟ هذا يمكن أن يفي بالغرض، أو يمكن استخدامه لشيء آخر. سأضع كل المصابيح على الأرض، وهذا الصندوق لا نحتاجه. هكذا. أما هذا فنحن نحتاجه حقا، بتعبير أدق، السلك. والآن بحاجة إلى إرفاق كل المصابيح به. جاهز، أحسنت عملا. ماذا تفعل؟ الآن سأعلق إكليلا حول محيط السرير. اتضح أنه جيد. ما هذا؟ نعم، إنه فقط جميل جدا، مشرق للغاية. الآن يمكنني قراءة كتابي. واو، أنا أريد ذلك أيضا. أحتاج إلى التوصيل بشكل عاجل. مرحبا، أنا بحاجة إلى مساعدتك. أريد إضاءة هذا السرير. لا مشكلة، أحضرت كل ما تحتاجيه. سيكون السرير الأكثر إشراقا، سترين. نشغله، جاهز. رائع، هنا أموالك. شكرا لك. لا، هذا مرعب، كل شيء يحترق. سريري، ماذا أفعل؟ أنا خائفة. نحن بحاجة إلى إطفائه. لا تقلقي، سأنقذ سريرك. انتهينا. كان ذلك مخيفا حقا. أدعوك إلى سريري إذا. حسنا، سأتي. ماذا علينا أن نفعل؟ لديك مكان لطيف جدا، والألعاب لطيفة. نعلن السلام. بالطبع. شكرا على الاستمتاع معنا. لا تنسوا الاشتراك ومشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة على بارارا.